مرحبا. كاينه قد ثبت فيكم من الاول هكا كاينه من كل عائله العروسه والعروس منبوزين. والله مع الكراسي بالواحد بالابيض بقلاوه ما عجبتكمش. تونيكا مرحبا بكم. انا اللي يعجبني في الشعب التونسي مهما كانت الظروف دي معاتيها يشطح شيخ حاجه مش نورمال. والشعب مقلوب، شعب بالمقلوب نعيشه. والله تقول له ماكله بعضها البر يقول لك تقول له عنا الكرتوش كرتوش الحمد لله خالك توفى لا يا رحمه توفى. تقول له راك دوبل الحمد لله يا امي ملاش خير مش نورمال. والله عندنا مشكله مع الشتيح راهو ليه بلوس تونسي مش تحتو تعرف خدمته. مشكله كبيره مع الشتيح. تونسي قرر ما يشتحش يقول لك مخي ما حبش وبدني يخسر. ها يا ودي المشكله بلاد نتاعنا نص ساعه تضرب التونسي يطلع الحبيب يقوم يشتح في عرس. يا حاجه قوم اشتح عايش ولدي عايش ولدي. يا حاجه قوم عرس بنتك يا ولدي ما نجمش. اما اذا قامت تشتح يا حاجه قعدتيش سيارة روحوا العرس فيه يا وليدي قلبي 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 يا وليدي قلبي. عندنا بلاد في شتيح مش نورمال. لو تحب تعرف بلاد تونسي بلاد في شتيح ولا شوف فرنساوي كيف يشتح وتونسي كيف يشتح. فرنساوي كي يشتح يبدا محترم روحه حتى في شتيح واه ما يغزل حد يبدا مع روحه واه ان دو يبدا حاسبها واه جو ماميوز يبدا يحكي مع روحه ما يهمو حد واه جو ماميوز. تونسي يبدا يشتح يسوي هبط الناس كل معاه طيب طيب يا عاد هتفو لا هتفو لا افتح وحدك بقلة ان شاء الله. بو علاش هذا الكل؟ نحن شعب مقلوب، شعب مقربع، شعب الوحيد اللي عنده كسكروت اسمه مقلوب. رانا كل شيء بالمقلوب نعملوه. الشعب الوحيد يمشي في عقله الخدمه كي باش يروح يرقد مزروب. رانا تلمو مقلوبين مانيش نورمال. الشعب الوحيد يبدا يستنى فيك نهار كامل تجي يقول لك جيت. شعب الوحيد تعطيك كف يقول لك في شكون تضرب. شعب الوحيد امك الوحيد امك تفيقك في الليل تقول لك رقدت وانت لا يا امي توفيت نكلم فيك من الجنه لاباس. ربيونا بالمقلوب راه من الصغر هذيك تربينا عليها. كي تبكي امك تعمل بسكتك تعطيك تريحه انت بدا سكر فمك كي تساعدك يا رب يا امي يعطيك امي واقرب عمي يا ملقوط انا امك نجيب الكلبه اللي جبت امها. وانت تعدى تسخفك تقول يا حاج علاش تضرب في شمك في والدي يا ولدي نحبه كبتي. ربيونا بالمقلوب. ربيوك انت بيبي اونفون شك واحد انوسون تختار ديما واحد تحبه. يقول لك تحب عمو انت هي 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 تحب عمو هي قول له ينام بوك تلصق بو. مانيش نورمال. لبروف عام كامل يخوفوا فينا شعب انا روكي راكم نبهت. عم كامل يخوفوا فينا ما تخرجوش هاو الشعامبي هاو الكرتوش هاو القنابل والناس هاي البرة هاي في المسرح هاي في يودي الشعب التونسي مناضل يخرج يودي عم كامل نسمعوا في السيف طاق طاق الكرتوش العباد تشطح تقرب تشطح شماريخ شامك في والديهم شماريخ. حقا فما سامحوني دخلتو المسرحية واه دوبي تروا مورا في الشعب التونسي رجع يتبسم فرحان ومش مشلق متلف ما عادش عنده ثقة في حتى حد حتى في فرحته. فرحان هكا الشعب التونسي فرحانين. السلام بو العروسة جاء الحمد لله جون بور بو العروسة سافال ديكابوتابل من توا موسيف فم بيروكات ما يشلقوش توا جدد تحبوا ناتيريل هكاك خير مش تغزل له حتى امرأة مهفة حابك هكاك خاط ناتيريل خايب كيما نحبك انا بو بالحق. فما فازة الشعب التونسي فرحان بها ومش شالق. فرحانين مش بالحكومة الجديدة اللي جات نحكيو عليها. فرحانين بك المناظر اللي مشاو. مناظر وجوه الكبي. ريت مش شالقين. ما نجمش يخرجها. بس عاد التونسي عنده فرحة وحاجة يقول لك والله عندي حاجة مش عارف نعبر عليها هاني هنا. بك المناظر هذوكم كل يوم نشوف فيهم بالتلفزة ما غير ما نشعروا حالة كبي في مخاخنا عطاونا. أشب وزير فيهم عمرك. منظرهم تاع دمار بلاش يعملوا لهم مش ترد وزير ترد رئيس امريكا يقعد زي والله
وزير على وزير ولاد يخش في التلفزه ولد كبير ما شكون الخول ما تخافش حاج ولدي لا نخاف. غنوشي الرئيس نتاعهم من لي كونز قد ما لبسوه وبقي معول هادي كوستيم يعملوا له هكا يعمل هكا زايد جوتشي يندب قال لي انت زايد صاحبوه زايد باتاي بيردو. والله عمري ما حضرت عليه سكيت غنوشي ما كي نسمعه يحكي تقول كاترين القديمه لا يا علي لا يا علي لا يا علي لا يعمل له دزه معلم جبت له البوشويات كي عطي ربي عندكم المليار دوار وبليس شعب تونسي ولا رابيد ما عادش كيقبل لي زابي تك 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 والراجل مازال ما كمل جملتك كلمة كبرنا شعري بالشيبي معلم مش حبيت تقول نحن صغار مش حبيت تقول ربيد عليك ما تنشمني فرحانين نحن بالحكومة الجديدة زادة نظاف وموا واحد صحافي قال لي شبيك عمرك ما حكيت شبيك تحكي على الحكومة القديمة وما تحكيش على الحكومة الجديدة قلت له شكون يعرف قال لي سمي لي أربعة وزراء قلت له كربول 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 والله ضحكتني كربول تضرب في الظهر لي تضرب في الدواء تجري من الوزارة لوزارة وزير الثقافة ومن بعد تلقاها في التلفزة شبيه نتعدي نشرة جوية مدام وكاو تبارك الله عليها مع الناس مش مستنسين بوزير نشط قلقتنا طيحي شوية قومي مخ والله ما حليها ماك الوزراء جدد نظاف ريحتهم بالصابون مسك من التلفزة تسمى وزر القدم متاعنا بالغنوجي مش معناتهم توا يعملوا في القوارص العريض يا اخي اول ما شد الحكومه في القصبه في حومتي غاتش عمل جي عامل العطر نتاع الموتى عرفتيه سمي موتى سمي افراح عطر جديد حلو يودي هو خرج من الحومه ونهار ما نعرفوش وقت ولاد الحومه كل قمنا نعزيف بعضنا صباح الخير شكون توفى جميع ذمهم محليها مش ضد دك تحسهم نظاف كل شيء حكوه بالدونديفريز كل شيء كل شيء كل شيء هك قارين عندهم الهافارد قارين في الانجلتير في امريكا قارين عندهم دبلومات من الهافارد شنو سكيتش باش نعملوا علمهم انا القليل الاخرين سهلين تنحي مخك تعمل عليهم سكيتش ما يزمهمش مخ يزمك تهب الدقري بهيمه نوصلوا له في ساعتك باش تفهمهم انا نحب نفهمهم نقطش لبهيمتي يقول اه ذوما باهين يساعدوني وذوما نمشي نقرا بليتش كانسل بالرسمي أمال كربول كيفاش سمعنا بها؟ ما مساكن هما مساكن المجلس التأسيسي وقت جابوهم تعقلهم الحكومة على الأول ما جات جديدة اللي جابوهم من أمريكا وفرنسا اللي كان يخلص في 2000 هبطوهم طول الزهور مجلس التأسيسي ما فهموهمش ما فهموش بعض شوك كلتشيري سيرتو كربول مسكينة دوب ما دخلت قصاص سب خنخولو خنشوفو شكون قصاص شكون كربول كربول 600 سنة قراية في مخ قصاص مسالف 600 سنة قراية عملوا له تيست لقاو عنده موان 600 طايح نورمالمون في بلاد تحترم روحها روشيرشي في وزاره التعليم والتربيه هذيك 600 سنه نورمالمون كي جينا عبد قاري كيكب نحن سيرتو نحبوا نبنيو البلاد نقولوا له مرحبا بيك كي جانا قال لها هزي روبتك وبري روحي قل قوة تربيتها ما تغشتش تفرجت وقتها ميم با اون رياكسيون علاش؟ ما فهمتوش مازالت كي جات من لونجلتير ما فهمتوش دارت الجمعة الرئيس نتاعنا قالت له ايه لا سومان كاسكي لا دي ما فهمتوش قالت له كاسكي لا دي سلوي لا لو كوبور قال ما نعرفش انا بيدي ما نعرفش ما فهمتوش قالت له شكون هو ذاك قال انيماتور لهي بالبخور في المجلس التاسيسي حفله يقول قول انا راجل انا راجل المسكوت بتاع رجولية هو في فرنسا عندهم مشلا ونحن عنا أنا راجل والله تعقلوش الرجال القصاص هذاك تعرف قال كلمة حلوة ياسر قال من بعد أنا السياسة مش بنقعد فيها برشا قلت ربي باش نرجع لواجيست قال عليه ناوي ترجع اقترحوا عليك بيلوت في تونيسير ما حبيتش نازا قال لك يجي صلح معنا شوية سوارخ قولوا جمل بعد ساعات مش مشكل قصاص راهو قصاص تاع قروش برمي لي جون اللي كتبوا لاختي بيراتي قاعده مرسي خليتك شويه خاطرك مليون ايزي مليون وتسرق ياسر قوه في التونسي راهو يبدا يسرق فيك تقول له يقول لك تسرق فيك يقول لك بالرسمي
ريت كيف بعد ساعات يفك لك بلاستيك في الكهرباء يدور يعمل تعرفش معناها واحد تقول له يسرق فيا يقول لك اي عباره انت في الليل راقد تخلى سارق للدار شعلت الضوء قول لك ارقد على روحك نحل في البلاصه باش نخشوا اسياخ ترجعش المراه ما تقاومهاش مسكينه وانت تقول له ربي عينك خلي لي شويه فلوس الغده مسروق بو القصاص برمي لي جون اللي كتبوا الدستور دستورنا كمان فيهم ناس قاريه بكم راه ما تعملش تاسيسي دونك باش يصير في الدستور 50 سنه اخرين باش يصير لوك الكياس يكون ماشي كي ماشي كي كي يخلط الدول اللي كتبوا القصاص يعمل لك ايه تيح من كم بو طولي كا فرهيدة مش هيو كل مناظر جيو مناظر جدد بو بور لما ما نعرفوهمش مش قاعدين يعملوا مش مشكل سي باقراب ما نعرفوش خير مي فرحانين فما واحد بركة قاعدنا كي ثلالة في وجون شد في القصر غادي ما حبش تنحك الغراب مش يعمل غادي تمشي ويهز الكل قلع بعروق هدي ينقص من سجرة لسجرة بالرسمي كي يقول كي الغراب تعدى ونص الليل في كرتاش كتير الدنيا ويكركع كترين تتسمعوا غا غا ليه ومشي ويزق زاد غا 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 معاش المرزوقي طيب شو اللي اسمه الزقزوقي خل يزي من الحمص شوية زيويل تو يزي مرزوقي نحب نعتذر صار مني وقت التاسعة مساء وقت قلت بصراحة نحب نعتذر علاش كزوزة ذوكم كل الاخر يبكي في البركون والاخر نعتذر ما زدتش عطيتهم اكثر ذوكم تاع شلابق مش تاع سباق نورمالمون تاع دماغات ذوكم والله مش وليه انا ما نحبش نحكي على الكمية الناس كل سبوني عليها فما واحد تكلم كان قاعد رايز خرج الهمامي بعد ثلاثة أيام خرج زعما حب يوقف مع صديقه المرزوقي قال أنا نعرف ونشهد اللي المرزوقي عمره ما شرب وعمري ما ريته شرب شو شكون شد عمره ما راه شرب قلت له عندك الحق يا همامي عمرك ما ريته شرب خاطر عمركم ما تقبلتوا صحيح ما كنتش تستعدلوا الهمامي شي يحب الهمك الهمامي يموت على الهم الهمامي ديجا اسمه بالهم يبدا همامي مش شالق هو همامي بون اون فيت برشا ناس زاد مرزوقي محلية شاء الله ما يتنحاش انا بالنسبه لي انا سورس ديسبيراسيون وموا يحنتوه حنتوه يا خويا خليه شكاك على اعصابنا الراجل بلاصه لبلاصه حنتوه الشعب الكل حتى امريكا والفرنسيس فدوا قالك شنو فاش خيا فاش يغزى نهار كامل فوق شنو حد ما نجم يجاوبني امي مرا كبيره جاوبتني كنسى الزمنيين ما تحقرهمش هذوك قالت لي وليدي مش هو بركه يستنى من فوق قتلي مرزوق يستنى بالفوق والغنوش يعس على شنب والعرايض من تالي قلت لي علاش قتلي وليدي كي ترجع لتاريخ تونس ومش على عام عامين 50 سنة 3000 سنة حتى واحد مشد تونس وخرج لباس قتلي مش عارفين على الضربة مني باش تجيهم مع الشعب التونسي قتلي بلادنا على راس كلب حتى واحد حكم فينا وخرج لباس قتلي التونسي ما يحبش شكون يحكم فيه تونسي يكره عارفه بار ديفينيسيون حياته الكل يلوج على خدمه نهار تشد خدمه اول ما يعمل يبدا يدعي بعرفه يا ربي شال يتحرق المعمل يا رب يا رب يربح فلوس على ظهوراتنا لا لا يا رب يا رب اش نكره والدي ان شاء الله يموت ان شاء الله تقلب به الكهرباء 90% تحركت لهم حاجه هنا والله بالحق يكره جاره التونس جار كي يقوم الصباح قلت صباح الخير شو المنظر هذا قال صباح الخير ربي ان شاء الله يتعدى نهار لباس هذا نكره والدي نم ما يحب حد التونسي حتى واحد محكوم فينا خرج لباس بالرسمي راهو تاريخيا بالحق نحكي تاريخيا عليسة شربت سم قتلت روحها حنبال قال الهم ذوم قتل روحه حرق روحه حنبال في الاخر البيو ما ادراك وكيف سخامة شلق مو كيف فولون كان كيفاش فين الفام تاعه مسكين بالتوالي هزوه في المنفى بورقيبة وما ادراك نحى القمل من شعرات التوانس عمل لنا انفراستركتور متاع بلاد كاملة خرج معوش في كروس زين العابدين ومرته قد ما تخوف البلاد وين هم مساكن تو يعيشوا في ميكرون 6000 سخانة في السعودية تلموس خانة وجهه أذر أذر كالضبوط ليلى ول واللي حكموا فينا ذوما عام عام تخفي بالك خرجوا لباس ليه عاد زد هبلناهم العرايض وجبالي الكرثمير ضربت متاع مخاخهم تعرفهم بآخر كلمة قالوها وقت استقالوا العرايض اش قال ليه جبالي اش قال في آخر فيديو قال وقت خرج باش يستقيل قال كلمة حتى الأمريكان والألمان هبلوا قال كلمة مش الكرثمير نتاعو ضربت برك مخه راب قال كلمة قال أنا استقلت ونقعد الشعب التونسي بعد استقالتي باش نولي نخدم أكثر
يقعد يخاف وقال كذي هاي ريفوليسيون انا جابون ولا شنو قال كذو بعد الاستقاله ولا يخدموا اكثر ولا يخافوا منك الالمان والعريض اخر كلمه قالها كان شفت وجه الفيديو بوقتها باش يستقيل ومعاه وقتها شو اسمه هذاك المنتن المعتر يضحك وقتها قال كلمه تخلنا بها للتاريخ مع العالم قال لما تبدل حد شيء بعد نص نهار زي ما ذي ساعه خذ العلم مش يرحم والديك حليت لنا عينينا يا معلم كنا بهايم يا عريف الحمد لله جيت انت كنا نعيشوا حتى نص نهارك هاو. كنا نوصلوا نص نهار نرجعوا للثمانيه ارجع يا معلم مقينا سلا فما ذي ساعه يرحم والديك مش عادي يوسف النقز وما ذي ساعه مسني مروح الالمان والفرنسيس سورتو سويسرا يصنعوا المناقب ازمه اقتصاديه من اللي قال الجمله ذيك قال كسر فما ما في ساعه ونحن يتنا الكل نستعف النقب نص نهار وقفك السواتش وميجا ما عادش تخدم شيء اخترعوا عقرب جديد بالتوالي يمشي اسمه العريض عقرب العريض وما عادش على وقت غرينيتش توا يعيشوا على وقت بهيميتش وما عادش العصفور اللي يخرج يعمل كيكو فما حو حو باه العريض يا جماعه سي جولي تو سا العالم الكل مخه وقف معانا نحن لينا ثلاث سنين تو مدينا نسائلوا شبينا وشكوننا توانسه وعلاش مش نحن بركر من اللي عملنا الثوره العالم راهو بنلو مخه الفرنسيس اكثر ناس مساكن هبلناهم مركزين معانا بالحرف لليوم اقل حاجه تصير في تونس سيرتو اللي مهبلهم الفرنسيس لي بيتي ديكسبسيون دي تونيزيان حريه التعبير نتاعي فرنساوي يتكلموا يقول لك نو سي با بوسيبل ليبرتي ديكسبسيون دي تونيزيان نقول له نو سي با بوسيبل مكم فينا متسنسين بالهم يا ودي شمجوا سايبون اخر مره مشيت لفرنسا لي ذاعات وتلفز كل جاوني قال لي مسيو برافو لو بوبل تونيزيان قلت مدخلني قال لي انكو مي برافو لو بوبل تونيزيان قلت له عليه قال لي عملتوا ثوره بالحق راه فرحانين بينا على الاخر عملتوا ثوره حاربتوا على الديمقراطيه نتاعكم وعملتوا دستور في ثلاث سنين الدنيا ماكله بعضها انتم وقفتوا قلت له الحمد لله قال لي اون بليس برافو فوز افي سوتوني تو لي زارتيست اللي مشاو الحبس قال لي ولد كاز سوتيان دو بوبل تونيزيان سامي الفهري سوتيان دو بوبل تونيزيان قال لي انت وقت حبوا يقتلوك سوتيان دو بوبل تونيزيان مي قلت له شنو مي قال لي شبيكم امينه ما وقفتوش معاها عرفتوها امينه نتاع الفمان كلي عرت روحها عرفتوهم جماعه الفمان جاوا لتونس عملوا انتبهتوا جماعه الفمان قالوا شبي امينه ذيك بقد ما دفعت عليكم وعلى عرت روحها بور سوتيان لو بوب تونيزيان قلت لهم شنو قالوا سوتيان دو بوب تونيزيان قلنا بعثنا لها سوتيان تحب تقعد ليش الا غفوزي قلت له طفله خدمه راس مالها نهار كامل تعري نبعثوا لها سوتيان قطعوا لها رزقها مانيش قطعت رزق هي كيف صارت حكايه الفيمان راهو هي كيف صارت حكايه الفيمان تعرفوهم يمينه وزوز روسيات شدوا الحبس في تونس خاطر عراو رواحهم بون كيفاش بديت سيريوزمون بديت في بلجيكا مع العرايض العرايض خرج في بلجيكا وجاو زوز روسيات عراو رواحهم عليه الكارت كرات يهربوا فيه ويكحل نعنط الله عليهم شكل بلاد نعنط سايب عاش ولدي هيبه الدوله عاش ولدي سايب شنو هذا عاش ولدي شك صور لي ادوات الجريمه خلنا صور صور نوريك تعال تعرف كيف نعمل عليكم انا ايش عايش بنتي ايش عايش بنتي ناخذ بصمات واحد ايش فمان تقلب التونس على الفيمان وحد ساكت لعبت ساكتين فمان هذوك ما ينعم يا اخي امينه هذيك طفله صغيره راهو لعبوا لها بمخ جات عرات روح العريض خارج من القصبه وهي عم با نسيت القصبه حومه عربي tout le monde oh la kasba c'est joli la medina اي سي جولي مي كل حوم عربي باب السويقه حلفا وين باب الخضره باب جديد باب المناره حوم سخان ونهار كامل هي نهارتها اللي عرت روحها تلقى فص ولد حومتي واقف قدام القصب تلقى فص ذات الموباند اكبر صلاه في تونس عمره 4 سنين 6 سنين حبس افهم انت وكل يوم قدام وزاره الاول بوليس البوليس اللي داخل يعملوا بس الوزير الوزيره داخل بس قلت له شتعمل قال لي نشكله في حكومه جديده أمينة هلاتها بالصدفة جات عرات روحها بهتها أول مرة شوف بنية عري روحها كي قال اش بيك يا نورمال قالت له نورمال قال لي مش هي نورمال ريتي ما تعرفيش بلادك ريحوا مع عربي عنا عاداتنا وتقاليدنا قالت له شنو قال لها الراجل هنا حيقبل كيكة ما نتعرفوش على بعضنا ما نحكوش طول عريتي لنشربك لكابيسان لنهدي لك كعبه كرولوفيل طول فشلتيني اول مره
والله جلس باش نعمل يكيكة في الشارع عرانب يجي نطلع فوق الشجرة على القليل نحسبوا حتى العشر ونعملوا فرطتو فرطتو ما لقيتش وين نحطه حطيته في النوار جاب لي برشا صغار لا عايشكم سوء النية مش من توا نحكي على أمش لا خاطر هاو جاو الاخرين صفا دخلوكم لواج ولا مرحبا شو بالحق مانيش مسؤول على سوء النية من توا جيتوني معمرين نحكي على فرطتو يا فرطتو انشوده نتاع طفوله ما تخمشوهاش من توا جيتوا معمرين بون شو قتلوا لا نورمال مانيش نبزنس فيك عريت روحي كيكا ذيك فازه جديده تو كي تبدا متغشش وفدد على الحكومه تعري روحك جلس يهلا ياسر معناه واحد متقري عري روحه على الحكومه اجوا ولاد الحوم اجوا المتقرين الكل ليش يا العري ضوي وانا ولاد حوم عربي مره هذه جيناك من قدام ما جيناكش من تاني ما تقولش غدار بوب بصراحة بصراحة شبيهم البنات هذوما كي عراو رواحهم في تونس ما خذت سكسي كبير ياسر وديما وقفناش معاهم بورتون نحن بلاد التكحيل بلاد العراو مطلفين الرجال ماناش بلاد التكحيل وكان سي قالوا يزي عيب لا يا اختي انت ما تحبش تعرف الواقع سيرتو كان سي الكبار كي بسعدوا انا راجلي 20 سنه عايش معايا و40 سنه نعرفه ما يكحلش يظهر لك اختي اللي بتحقق مع رجالها ما يكحلش تزول طبيب خير من توا باش نحكيو تونسي اكبر كحال في العالم تونسي انظف واحد فينا تعدى انثى عينه تعم برر لا تونسي دودو يكحل لكن عندنا زوز انواع نتاع تكحيل عندنا الكحاله المودرن هي جينيراسيون تاعي اصغر شويه وكل كبار ذيك الكحال الصندي كركلي هديهم ربي قد ما هديه ربي قد ما هو كحال هذاك خلينا نحكيو على الاولانيين الاولانيين ما جينيراسيون يبدا من 30 حتى ل 40 سنه يا خاطب يا معرس نقولوا نحن الشاب تونسي ليه عامين معرس معناها ليه 7 سنين يعرف صاحبته معاشي 7 سنين كيف اخته تولي تحرك له حتى شعر الحم يخاوي كما يقولوا الكبار تولي تقول له بيزوق ولا بوس خوك ما يكحلش لكن المهات التونسيه مهفه ياسر تعرفوا بعد عامين تقول لك سيء انا برد معايا ولا تحكيها نتاع بروتوكول مهفه ياسر المرأة التونسية فهمتها الحكاية على 3 نقاط تغزله دوب مطرة أنثى متعدية تعرفوا باش يكحل تعمل تك 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 المكحول عليها المكحول لأجلها والمكحل فيه تور دو كنترول المرأة مهفه ياسر تك 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 تتهنى مكحل جدوية واختي في التك الاخرانية متاعك نحن نديك لونشيو التكحيلة متاعنا هذيك اسمها التكحيلة اوتوماتيك ونظهر وما نكحلوش لك تزلمس تلقى نعمل هذه التكحيله المودرن نجيب لك انسان كبار اللي قالت لك انا لي 40 سنه مع راجلي بسعد ولد في العبد اللي عمره مريته يكحل اختي ليك 40 سنه مغفله اولا انت عريت نحن عامين عرس ولات كيف اخته انت 40 سنه كيفاش تولي مش اخته مش امه مش مماته انت عباره عنده قبر في الدار لاحظتش قبل ما يرقد يقرا في الفاتحه عليك انت والله يرحمها كنت مرتع فونا وكنت طيب لي بعد ساعات يحط شويه زيوال فوق الفرق نقص كان يحط لك كل واحده الرخامه هذيك توفت الله يرحمها منذ سنوات تحبوا ما يكحلش كيفاش يكحل هذاك مرات تونسيه كيف كيف كي العاده كبيره ولا صغيره ديما دوب ما تشوف انثى تعرف روحها في خطر حتى كاتوس بعد نسال كبار مش كيف بناتنا كلي ملا تك 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 لحد شيء بتعملك او اختي وقتها يختف عليك هذيك متاع الكلب اللي في الكرهبه اللي تعمل لك من تالي ويبدا يتبع فيها المراه وهي كلها كي شكل بلاد وركاك هنا انا طلع عليك لا تحشم لا جعره حسره شكلي فاش لابسه وكل شيء والمحزوق والميني اه كان نشدك نربيك هذا ما يكحلش اختي هذا مش يكحل برك هذا قنطر بيك عاملك قنطره بون كي وافقتوا على التكحيل وصفقتوا معناها موافقين وضحكتوا دونك نحن بلاد نكحلوا برشا نرجعوا لسؤالنا الاولي علاش جماعه الفينمان البنات هذوما امينه وزوز روسيات ما نجحوش بورتون نحن بلاد تكحيل نورمالمون راهي بلاد كامله معاهم خذيت لا فيديو تاع البنات اللي عراو روحهم جي اتيدي لافير دو تري بري خدمتي بور لي بوزوان دو سكتش سيل فو بلي قعدت نثبت فهمت علاش ما نجحوش
عندكم الحق مونش ينشحوا افيا ذوما السلعه بصراحه ما تنجح الجمله السلعه هذه هنا نحن بلاد الخيرات بكسكسي والمقارونه وعايش بنتي كول بس صحتك هكا مين قلب الدنيا وتصور معري يا روحة تقول عندك لاستك دم ماش بيك يا ذي مستحي بهم دولة وكل روسية جايبينها من روسيا تقول كابتن كرموش شايحين بيسر اخذ ان شاء الله يا شاب واحدة فيهم تقول مماتي يغسلوا فيها لهنا هذو مستحيوا بهم حكومة جيب حاجة باهية تشوف شعب كامل معاك اللهم صلي على النبي بو فما برشا زاد بداو عاد هاو بدا لطفي يسخن بسعدوا ليه عاد ما اه خلينا نحكيو شوي على الببليك ثبت تك تك يزينا مسرحين بو فما حاجة في الشعب التونسي حلوة ياسر فما ماش قاعدين يقولوا بدلنا في ثلاث سنين هذوما لا لا مش تونسي يتبدل كل ربع ساعة تونسي حاجة مش نورمال ديجا مش كيما دخلتوا كيما استوى تولينا عقل 20 مينوت دخلتوا من الاول كوانسي شويه هكا سورتو رجال مسربسين عن نسيها ممكن نسيك كي يحبوا يضحكوا وبعد تعجبني في المرأة التونسية تتحرر في ساعة تنسى الرجل وتنسى روحها بعد صوتها يعلى كيف ساعدك فرقوا على امي عاد خلي امي عاد تبقينا في الدار تتقينها لي هنا جيبني هذا اللي صار امس نحكي لكم صار قبل ما تجيو بجمعه ولا ثلاثه ايام وصلت بونك خذيتو تسكر تسكر يجي وكنسى وي كيف سعد وتسكر لطفي العبد اللي الو اسمع ماشي نتفرجوا في لطفي العبد اللي قال لك الكلمه قد انك يقول فيها وقال لك مسرحيه مش تاع عائلات هذاك علاش نمشيو عائله كامله ورجال ديما يتشوحروا اسمع انا يعني على خاطرك ماشي راه ما نحبوش ما نهضموش تفضحوكمش ولا يغزروا لهم عندي الدوسيات الكل وبعد شدوا يضحك تقول له تضحك ليه تذكرت صاحبي في القهوه بون زاد فماك اللي جون كوبل محل بالكم راه كيفاش علاش اللي مازال ما طيحش القدر مع صاحبته يجيبها المسرحي يطيح مع القدر هنا تقولوا ليه انا راجلي ما يحبش طيح القدر يظهر لك اختي ريتو قد ما هو عاقل ونظيف قد ما اوبسيدي سيكسويل في راسه هذه خوذة باز قد ما هو عاقل وشدد روحه قد ما في مخه عنده تصاور معاك في مخه ونحكي لك قد ما بعد ساعات تعرف تحب تعرف لفه بكف طول تا يعرف ريتو يعمل فيها محترم لفه بكف يقول لك عندك ناقص سامحني راس تونسي ما يسيب المرأة اللي يطيح القدر يجيبها المسرحيتي بعد نهارين يطفي الضوء في القهوة يولي يقول في الكلمة قد نك تقول له يزي احشم احشم انا تقول لي احشم تضحك يا عبد العبدلي وشيخة بالفلوس وفما زاد الاخرين كلي مازالوا مرمي وش يديهم ذوك ماني محل بلهم واحد واحد قمرت منهم اربعة ديجا الرجل التونسي البنات تهني ومرا كبيرة ولا صغيرة اذا صحبتي واحد جديد ولا خطبتيه ما يفرح وما يتهنى وما يحس بك انت واللي تتابعه الا ما يرمي يده مرمش يده كتف مسكته ساقه يلزم يمس يلزم يمس ما يمسكش هبل اي تقولوا كيفاش يرمي يده هنا مخاطر ما لقاش الفرصه اللي في السينما سأل ياسر ردوا بالكم البنات فما تكنيك حفظناه المرأة التونسية كيفاش تضحك تضحكش المرأة التونسية سيرتو كي تتشايب في الضحك تولي ها وتميل هو يبدا يستنى يميل لي صحيتي صحيتي يضحك يضحك يقتل بالضحك العبد اللي صاحي دوخي 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 شفتي قلت لك يقتل بالضحك بون حاسيلو خلنا نرجعوا ريفونون نو موتون كما يقول شو تونسي مالغري تو حكينا عليه محلاه ودر شنو جو وشيخات واسئله واحد اكبر شعب بهناس ثلاث سنين هذوما ثبت كل شيء ريت الترويكا حكومه الخرويكا اللي كانت تحكم فينا قوه الشعب التونسي بعد ما تخذي شري مكحل بعد ثلاث سنين تبهنس وتو هما خرجوا بدا كلهم اللي يعرضني بربي شكون رشحهم الهم شكون رشحهم رشحناهم نحن بالكش رشحتهم تركي عندنا مشكله ما نحبوش نواجهوا روايحنا وقيد في نواجه روايحنا توا نحبوا نعرفوا خاطر بيانتو باش تجينا انتخابات باش نعرفوا كيفاش رشحناهم وعلاش رشحنا احنا رشحناهم الترويك النهضه والمرزوقي والبن جعفر
علاش رسحناهم؟ هاو البليز امبورتون، مش شكون رسحهم وما بهم، نحن الشعب التونسي رسحناهم باللي رسح وباللي ما رسحش، فما الباسيف والاكتيف، نحن علاش رسحناهم؟ شنو الغلط اللي عملناهم؟ وكان مش غلط خنعاودوا نرشحوهم، بالك شي مش غلط، لكن يلزمنا نفهموا علاش رسحناهم. اللي تسأله تقول له علاش رسحت الترويك يقول لك ما نعرفش، و99% يقول لك سخفوني. تسأله تقول له علاش رسحت النهضه يقول لك والله يسخفوا، والله يحموا القلب، كانوا في الحبس ساكن مظلومين ومسلمين، ونحن شنو؟ زنديانيه؟ بالكش قبل ما يجيو النهضه كنا نعيشوا عليه الشهيد دلد، نحن ومروح بمرته وبشعرها من الخدمه يروح، ما انا مسلمين كيف وما يكي مسلم تدخلوا طول الحكم ما حطوا يذن في الجامع ولا امام العريض مثلا ما يجيش برومي مينيستر يجي له يبك صحن متاع الدواره في الميزه. المرزوقي علاش رشحناه؟ كيف كيف يسخف يحمم القلب؟ التو المرزوقي يحمم القلب. المرزوقي تبدا فادد منه متيقر تسمع لي حكايات تعاود تشوف تلفزه تقول يا انتي يسخف والله من عاود نرشح والدي يسخف. شفت كل منظر رقبتك الزمار وجهك البسقيقي. وصل رئيسنا وحليها. يحمم القلب. انا يحمم لي قلبي. انا والله ما وسكتش يذكرني بحاجه عشتها انا صغير تعشتوها الكل. مرزوقي تلمو يسخف يذكرني بك العصفور اللي طاح من على شمه مازال ما عملش الشعر عرفت؟ وعينيه ما تحلتش مازال كعبوره كحله هكا كله عروق ويبدا مش عارف شو يعمل في القاعده بيك 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 وانت تبدا صغير مش عارف تعمل يا ماما مسكين عصفور ولا فار يا ماما. بون سي افريت طفوله مرزوقي. مرزوقي باش ما نظلموهش كيفاش ولا رئيسنا بحق؟ فما اللي يعرفوا فما اللي يعرفوش، هذا سيون ريل فيريتي. مرزوقي وقت رشحوه ما عندوش سكور سيفيزون باش يولي رئيس عنده صلاحيات، معناها يحكم. لكن هو شد صحيح قال نحب نولي رئيس. شد صحيح راهو، النهضة في الآخر قالوا له برا، أما لك تولي رئيس بدون صلاحيات، ما تحكم في حد شيء، إيش معناها؟ معناها المرزوقي حطوهن على الوهرة. وين يا وهرة المرزوق؟ التو يلوجوا فيها بك الماكينة نتاع الآثار في القصر ما لقوهاش. بون يا خويا كي ما عندوش وهره وما عندوش صلاحيات حطوا لنا واحد عنده وهره يز خليه يرجعوا لنا التوريست حطيتوا لنا هشام رست ها يوهرنا الصباح يكون في القصر شعر ورتب يبدا خالت على نجات عطيه برلنتيه في البحر ويتقول له خليني بجنبك حطينا المرزوقي جوراسيك فارك. مرزوقي دانيير مو قال كلمه بالحق بالحق قال كلمه في الشعب التونسي قال كلمه في الشعب التونسي قال الشعب التونسي برجولي عملنا فيه هنا قال سنو طويل. انا نحب نقول له يا مرزوقي انت ما تعرفش الشعب التونسي مسكلتك جابوك من الحماس طول القصر. سي فري الشعب التونسي سينو طويل لكن قلبه ابيض. با برشا باهتين يقول لك تو كيفاش يسمعوا المرزوقي تهناو. فماش مسرحيه وعرض ما عملتوش ما جاوش جماعته ولا جماعه الداخليه هزوا له فيديو كامله صوروا كانكم موجودين يا جماعه صوروا مرحبا بكم خاف كير من ربي بالموسم. والله تقولوا علاش يعاودوا له في الفيديو؟ كل ما يتفرج بالعه منهم مرة كملها كاملة الفيديو تفرج بعد قال ما بلدو جا في القس. قالوا له سيد الرئيس مش في القس ميرولود في العبدلي وقال فيك كلام خطير تحبش ترد عليه. قالوا والله ما زلت كي رديت ها. مرزوقي قال الشعب التونسي ترى شنو؟ قالوا تعرفش الشعب التونسي؟ الشعب التونسي بعثوا لك ربي باش يعطيك تروازيام شانس. ثم تقولوا ويني بريمير شانس دوجيام شانس ربي ما حبش يعطيهم اول ما خلقوا ديجا في المنظر بريمير شانس قال يزي هكاك يزي بس قال ديجا بالمنظر هذا باش يحكم في تونس دوزيام شانس فما ربي بعد ساعات ولا عبد يعمل لك تسمع بيك كادو امبوزوني شانس ربي يعطيها له باش يعاقب يحكم في تونس بدون صلاحيات عباره واحد هدالك فراري بلاش موتور كانك راجل سوق هاي هاي يحكم هاي قعد كل ولد صغير في القصر يلعب بك الكهرباء بيب 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 بون شنو هي التروازيام شونس باش نعطيوها له ساهله ياسر الشعب التونسي قلبه ابيض وزوالي دونك عندنا كان الخشم ما عندنا شيء عندنا كان الخشم يا خويا تحبوا برئيسي شبن هز خشمك الدعوه يا خويا عندك قصر في كرتاج ماكش فيه قد وقول عم نهرنا يا خويا يا خويا بهبر تحوس في القصر خشمك الفوق تونسي عزه خشمك الفوق اللي يسلم عليك اتباع عاد رئيس تونس هنت لنا اوباما اخوي
تقولوا كيفاش نانتلو امريكي لعنا الفلوس لسلاح بتسهلية، استدعوا بما القصر ما يجيش، سخفوا في التليفون عملوا متاع العصفور تقولوا علاش تيجي معاك زاد الغنوش يسخف يعمل متاع الجرمان تقولوا علاش باش يجيو الامريكان يجيو يحبوا الحيوانات تيجيو اي كيفاش يهنت لوباما سهل ياسر في كل قصر فما بروتوكول معروف الرئيس نتاع القصر قاعد رئيسنا اوباما داخل باش يسلم رئيسنا قاعد بوهرته برنوسه حمصه غازو باوي خي الجزائر بركة عندها الغاز نحن عندنا غاز ناتوريل اوباما باش يمد يده تلفت العالم الكل يتفرجوا هو تعدى اوباما لنهنت لك خلي يقولوا الامريكان ملا شعب هذايا مقبحهم يا ولد ما عندهمش فلوس لك خشم ليه طيح له قدرك القصر اللي يجي يسلم عليه ينحك البرنوس كاتبين صديق ولد بنتك ردوا ضحك القصر نركب لي حوس بك صغيرات وما هاي عمو مرزوقو هاي مماتو مش زي عمو طرطوره بقى فما واحد يتكلم عليه بس نكسر شطر المسرحيه ريت الضحك هذا الكل باش يذي عليه بن جعفر فما شيء انت تقول التوانسه مهما كان في اي بلاصه في العالم كلهم برجع في تبرد لي الساله لازم نعاون ديماري من الاول جديد تعمل نوايه ساله والله اموا واحده ضحكت مرحبا باختي حفل لي جو انت ديب بالرسمي انا بدي حرت فيه بالجعفر انا بدي في المسرحيه ما لقيتش نعمل عليه سكتش مسرحيتي عملت نوايه بي اش نقول اش نعمل عليه بالجعفر اش نقول شعره واحرف سكتش بتاع الفين هذا مش تعب الناس بتخلص 20000 تقهر تقهرت هدي الموت قهرت الشعب التونسي على بن جعفر الوزير نتاعو متعدي كل مره من القصبه اختفته قلت له اوه قال لي قلت له مش ضدك سيد وزير نحترمك نعرفك جمله واحده قلت له بن جعفر برجوليه رانا الشعب التونسي كيف انا رانا متقرين قل له يعمل حاجه ولا باهي خل ناخذوا منه موقف على القليل النهضه نسبه المرزوق يضحكنا وهو يعمل حاجه قل له يخدم قال لي رد بالك تغلط برشا اكثر واحد يخدم هو بن جعفر في الحكومه هذه قلت له كيفاه قال لي كرس في الحكومه قلت له ظهر لي قاعد يكرس في الشعب التونسي رانا مكرسين تكريسة خايبة ياسر وبعد كما 90% منكم ما فهمتهاش يكرس في الحكومة عيط له قلت سيد الوزير اش معناها يكرس في الحكومة ما تنتنيش في حومتي قال لي اه بن جعفر شد كرسها وقيد في غلط النهضة باش يجي نهار باش يفضحهم قلت له شبيل توا ولا فضحهم قال لي ظهر لي هربوا له بكراسته قلت له حسب رأيي هربوا له بكراسته الكل قعدت له طلاسة لا عايشكم ما نبداوش من توا قلت لكم مانيش مسؤول على سوء النية نحكي على الادوات المدرسية كراستان وطلاسة انت مخك هز الادوات المنزلية ماهيش مشكلة يا معلم سكر التليفون من غادي ليبي سكر التليفون برشا يقولوا ممس تولد فيش علاقة واحد يتفرج فيه في التليفون بليبي هكا ولا عبد قاس بعشرين ألف وأنا قدامه ويتفرج فيها ساعتين في التليفون شنو حسب رأيك وبعد ساعات يشلقوه يقولوا غادي وغادي يا في المسرح وفي التليفون ما اللي عبد اللي بان بن جعفر فما واحد جاني قال لي تو انت شلقت الحكومة الكل وناس كل سبيتهم والمعارضة كانك راجل شبيك عمرك ما عملت سكتش على محرزية وقصاص والأخرى تومين قلت لهم زملائي في الضحك نحترمهم عمري ما نتكلم عليهم سيدي زوموريستا ذوكم فما واحد ماشي في باله نسيناه كي قدم استقالته هو من غير ما نشعره قعد في التاريخ نتاع مخاخنا جبالي قدم استقالته جبالي راه ما مسناش كرجل سياسي جبالي مسنا كانسان جبالي عنده مشكله بسيكولوجيه تو يقريو فيها في الرازي في منوبه نتاع امريكا هبلو قالك الانسان العادي المتوازن يضحك ويبكي هذا كترينو ديما ديما يضحك تقول له تونس كلات بعضها تقول له عندنا كرتوش تخل من ليبيا عندنا 4000 موتى ما شاء الله انا متاكد اللي هو عطيها والسؤال في حومتي مش شنو السلعه شكون يبيع له السخطه خنشيخه معاه السلعه تقطع مشيت سالته ولاد حومتي مشيت سالت قفص حبيت نعرف شنو هي السلعه تناو راهو تلمون ليامات ديمقراطيه وعملنا ثوره واحد في حومتي تناو حريه كبيره ياسر في حومتي باعوا له زطله مضروبه طلع مسقف له ليب مش اشكال المركز
يعرف حقه مرمدهم في المركز. هزت له ما قال شنيا هذايا شنيا هذايا لوش عملنا ولدي لما الثوره نحن مشي قاضي بيعونا هزت له مضروبه وين حقوقنا نحن هزت له مخلطه بالحنة عمل جبتين لقى روحي مهني ومصدرك العروسه كان كملت الطبليه ملا نلقى روحي مفحش الحوت وحبله هذا سالت التكفز قلت له برسمك حم جبالي عاتيها قال لي ماشي زطل قلت له عليه قال لي زطلة شيخ ساعتين وبعد فيك تقول يا شعب سامحوني كنت شيخ قال لي ذي مكمل على طول قلت له شنية قال لي زرق في السوبي تيكس السوبيا تزرقها ذي تقطع لك عروق مخك تعيش عمرك كل سعيد قال لي يحرقوكش بالنار تقول يا اخي رجولية انا زدت اتأكدت اللي هو شيخ تذكروا عملية الوقت هست علينا الزبلة في حي الزهور في مسب حي الزهور ولا وين تونس كل نتنت في السيف هبط عمل زيارة فشقية هو الجارد كرات متاعه قبل ما يوصل حي الزهور الزبلة ضربته من برد والريحة زاد شيخته عملت له رابل متاع الشيخة عمل وقال أقوى جملة تخل بها للتاريخ في قلوبنا رئيس الحكومة غزر قال وين الحكومة يوديك الجارد كرات اللي معاه هبله قالوا صقر ستة صقر سبعة صقر ستة ثبت رئيس الحكومة معنا لا قال لك وين الحكومة ما لنا احنا شنو شجر معاه شوف له قناص يرحم والديك ريت هذه المشكلة اللي عملها في تونس وضحكنا وتعدت سلامات قال جملتين بالفرنسيس الجبالي الجملة الأولى تعرفوها مشكل اللغة الفرنسوية والعربي كوكتيل عمل قالوا ملو رأس مال إيجابان نحن ضحكنا ساركوزي وقتها يحكم في فرنسا مازلت اول الثوره ساركوزي قام يرعش قال ما عادش يدخل لي حتى عربي لتونس تونسي حتى التوانسه الكل رجعوا لهم باسبوراتهم اكسبلسي راس مال جبان موليير قام يتقربع في القصر قال سيبوني نخرج نعطي دماغ ونرجع نموت لو راس مال جبان قالوا له كلمه وا ساركوزي راهو بالك شي مش غلطه بالك شي حكومه مازلت ما مشى مازلت كي خرجت من الحبس وبلاد مازلت كي عامل ثوره مازلوا داخلين بعضهم قالوا رد بالك راهو قال له واحد فيهم الحكومه ذيك 20 سنه حبس والله لا هيش مات اما راهو دخلوا الحبس عم التاكسيفون ب 100 عم تزميه باش تكلم صاحبتك السيفون الازرق يهزبوها تقطع تلوح ل 100 وتمشي خرجوا لقاو بلوتوث وواي فاي بورتابلوات وسون فيل جبالي وقت عملوا له واي فاي في القصر قالوا له عملنا لك واي فاي دخل القصر سربسها بدا يحسب اون في دو في تروا في دخلوا الحبس بالرسمي مساكن راو فيهم شكون 13 سنة في العشرين سنة جبالي قال لك 13 سنة في بيت ظلام ما راه حد محكمة حد فما خنفوسة تدخل له كل يوم ولا يحبها عيط لها خنفوستي والباريق قال لك عرف جابوا كفارة كيفاش عرفت واحد كيخرج من الحبس يقولوا له كفارة يا معلم قال لك الكفار يموت عليك المرة متعدي بحذا كوجينا كفار خلط عليه با 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 جبالي جبالي قال جملة أخرى بالفرنسي غلطة بالفرنسي فرانسيس قال لك مش غلطة بعد عام حكم قال لك لا رئيس متاع بلاد فرانكوفونية توانسة فايقين عملوا ثورة مش غلطة قال لك حتى الجوارات توانسة ما يغلطوش فيها هذه جواراتنا مكبرة بركلا عليهم في الفرنسي الجول هنا وفرانسيس بتاعه غادي انا مش عرفتهم قوين فرانسيس اخ هو جوار في تونس درنيو سمعته يحكي في الراديو قالوا له بون عملنا جو باهي تونس الكل يسمعوا فيك عندك شي ديديكاس قال والله الديديكاس عملت عليها عمليه لباس انا باش نرجع نلعب توا وصفا حتى ذوما ما يغلطوش فيها هما كي سمعوها جمله غلطوا تعرفوها راهو مش بالحق نحكي معكم مش بس قال كذيا لا ماش غلطه هذايا كود نيوكليير ما بين الجبالي وايران يحبوا يضربونا تقواوا الاسلاميين قالهم حاب يقول بريباراسيون هو زادها اونتين ولا تي ذاك اللي هبلهم سوتو كملها بضحكه كثقه في النفس قلم لا بريباراتاسيون ذكروها ولا قالهم لا بريباراتاسيون قالك لا مش غلطه قالك الراجل في قف مخه رئيس وضحك في الاخر ومع صحافي فرنساوي وقتها فكله ناسيوناليتي وجبالي تو محكوم عليه في فرنسا الاعتداء بالفحشة على اللغة الفرنسية قال كود نيكليير باش يضربونا هذوما في امريكا باش يضربونا في امريكا وفي فرنسا مع ايران قال قبل ما نعملوا حتى شيء حذروا الاساطيل نتاعهم والطيارات قبل ما نضربوا
جابوا 3 علماء من السربون في اللغة الفرنسية، قالوا متحلوا الفيديو متاع جبالي تفهمونا الكود لبريباراستاسيون هذيك، فانا بلاد وانا بنا نوع متاع سلاح باش يضربوا. حلوا 3 علماء فيديو كي وصلوا لكلمة بريباراتاسيون سيتون بعد زوز منهم ايموراجي انترن توفيوا بالوقت. قالك مش معقول، واحد بركة قعد تحي ليته ما قعد تحي مكم فهك عرفني كيف برا عايز بريباراتاسيون زبال رابط روحه في التوريفيل. قال ولا العاد نخرج ليكول هذيا نتاع الجبالي نتاع الدقديق اللغة الفرنسية سي با لا بلو دونجوروز ني لا بلو كونتاجيوز. لكن تعرفوا ليزيكول انتوما يتطوروا ديما يخرجوا تلميذ يطور ليكول هذيك، وخرجت ايكول جديدة في فرنسا توا ماهيش غلطة بالفرنسية يعتبروها مرض معدي، وتوا لقاو له فاكسان اسمه لا توميزاسيون، ولا يوريها لحبايب تومية كي تتكلم بالفرنسي. مرض معدي نساء الكبار قالوا لنا عليه نحن صغار وتلفنا، قالوا لنا مرض التومية تسمعوا به نساء كيفاش كانوا يدعيوا يعطيك تومية في الجيش ما تبراش. إيبا هذه هي لا توميزاسيون. لا توميزاسيون سي اتومي تكلم فرنسيس ما تغلي ما تغلطش، تكلم فرنسيس عباره حتى الفرنسيس كي الجلد تغسل فيه تمرمد والدين امه الفرنسيس. وين يضربك المرض التوميزاسيون هذا اللطف اعوذ بالله مرض التومي في العروق الزوز في شفايفك في النطق نتاع اللغه الفرنسيه ومعدي هذا من الاول تهبط لك السخانه العرق ومن بعد فمك قال لي رعشه كسرتني وانا داخل المطار. جمع نحضر في جمتي بالفرنسيس قلت والله ما نوري والدين امهم الفرنسيس النطق نتاعنا والاكسون باريزيان مش فرنسيس هذا النطق والاكسون باريزيان. جمع نترينا في الدار قدام المرايه وحدي بونجور لو بوبل فرونسي وا وا هذا نخلط قدام ديواني وقال لي بونجور هبط لي العرق فمي ولا يرعش هكا قال لي كاسك يا قلت مسيو جو كوا انتوميزاسيون لاسي موا فيريفي بيجو لي بيبلي فرنسي يخرج يا تومية سايبيني يا ربي عليه يا ربي قل اعوذ برب الفلق يا ربي سايبيني يا ربي طبعي فيا حتى في المطار يا ربي سايبيني الله يوريها لحبي. بون والله زاد التومية ما كنتش عام بروجرامي وقت نكتب في المسرحية دغنيغ فيرسيون ما قريت ليش حساب تز وتزلت ميتظهر لي طريفة ضحكني ما سان رونكون. لكن اخر مرة شفتها برنامج جابوها في كلام الناس مباشرة تونس كل تفرجت فيها وجابوا معاها 4 ديبوتي قلت لكم ضربتني في النطق وجابوا ليت كان ذكروشي شامبيون دي موند في شتيح تونسي نورنا هز جوائز نهارتها هبط شتح مايكل يقول دي تونس كل بيت هكي سألوهم بالواحد بالواحد قالش قولك اللي قال اكستروردينير واللي قال محلاه واللي قال تبارك الله عليه كي وصل للتومية هبطت راسها يا تومية اش قولك في الوليد ليش تحت تونس كل عملت هكا خوفنا عليها يا تومية اش بيك يا تومية اش بيك قالت عمل الحركة اللا أخلاقية. تعرف على شنو ما هو يشتح مايكل يعمل قلت لك هذيك حركة إلا أخلاقية وعليه نفتحوا في بعضنا مباشرة الوليد عليه بالك شي يكرد يحك بالك شي تهري ولو بشتيح الوليد ما نقفوش مع بعضنا بالك شي عنده البغبش بالك شي مسكين من البلاتو البلاتو ما لقاش الوقت باش يبدل واحد جهاز له البغبش كاكا نفتحوا بعضنا ما نستروش بعضنا توانسة على المباشرة العالم كله الحركة الأخلاقية جبتي له شويه فارينه ولا شويه تالك وسايبتيه عنده البغبش لو ليش نعملوا مايكل يا اخي كيفاش توفى الله يرحمه بالبغبش مايكل توفى بالبغبش والشطحه يسخيلوها شطحه والعباد يصفقوا له مات صغير مايكل مايكل وصل لي يكرد يكرد والعيا تقبب في الشطحه نتاعو يوخر 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 يعمل لين هزوا ربي والعباد يسخيلوها شطحة ويسخيلوها كوريغرافية هو الخوه باش عليه البغبش بتاع أمريكا بليدي أسر مايكل الله يرحمه بون شكون ما يعرفش مايكل لكن مش كلنا نعرفه مايكل كيف كيف جينيراسيون تاعي من زاني 80 حتى لزاني 90 اللي عاشوهم مش اللي تولدوا اللي عاشوا لزاني 80-90 لادوليسونس متاعنا نحن نعرفوا مايكل الاخرين يعرفوا مايكل فمش واحد ما يعرفش مايكل يقول لك نعرفه ونعرف فيديو لكن تعرفوا مايكل وقت فينومين
مايكل كان يخرج غناء ولا لبس العالم الكل يتأثر بالبهايم بالمثقفين بالشعوب اللي كيفنا نحن وقت شعب لازدو بالكم ساعة خلنا نرجعوا للكونتكست لزاني 80 يكذبوا علينا كالكبار قالك الدنيا كانت خيرة يبهبروا علينا اش كانت خير كانت عنا تلفزة واحدة أتاتي تحل لما تفقس لك مرارتك تحل الستة متاع العشية وعنا الريون ونوري بلو تنحي الكسكاس مش طيب كستي مع استجمد الريون وهم يقول لنا كستي ولا ريونه ريونه بالقديد نقول له بالحق مزير يا كلبة كان كان عندك الفريقولو ما كانش فما جيرفي ودنيا كانت تعمل ضربتين فريقولو وجه الكل يقعد احمر بدو الاحمر بالدندونه بالرسمي كان فقر كبير ياسر فقراء وكنا الصراحه كنا نلبسوا كسري والمحلولين هكا هذاك علاش بلاد كانت نظيفه نكركروا بلاد كنا نظفوها هكا فقر قبل لكن تعرف شنو مايكل تخلق قلوب العالم الكل مايكل كان يعمل كل الشعره ليكيا تهبط ونحن وقت شعوراتنا حرش 50% من التوانس اول مره حسيت روحي بوغوس انا صغير كنا نهبطوها كي نبدا قدام الليسي في نهج الباس مركلينها شعر خاطر مكاليها في خشمك شويه كور ناتوريل وتبدا هكا وكنا نلبسوا كل كلاست فوق السروال وكلسون ماماتك فوق جينا كي مايكل كان يلبس كيك وانا كنت فقير كنت نعمل ناب نتاع طاوله كيما مايكل كنا ديما واقفين هكا ونهج الباس تذكر هيك بنت حومتي نهج الباس كان ذكرتك اخت رمزي صحيح ولا صحيح ولا فوالا ذكرتها بنت باب سويقه تحيه خاصه ولا تحومت فوالا تعرف شنو مايكل جاكسون قبل كان يخرج غنية العالم الكل يغنيها ونحن توانسة كنا بهم في الفرنسي في الانجليزي راه قبل يكذب عليك راه ما فماش لغات نعرفوا كان سبان الله يربحك ولا يدقدقك تصور حومه كامله نبداو تونس الكل لتو مازالوا فما جبوره يعملوها يغنيوا مايكل كنا نغنيوا مايكل بك الانجليزي مدرح نتاعنا مش الانجليزي مدرح نو انجليز ما فماش مش على القليله بتاع كلمه الانجليزي مكسر ليه عاملين انجليز وحدنا وكنا مقتنعين لي مايكل صحيحه نغنيوا فيها نجل باشا كان بنات صافي لسيات كانوا بنات وحدنا نخرجوا ديما قبل بربع ساعه نحب نطرد ديما نبزق على المعلم كل ربع ساعه يطردني باش نخرج مع البنات بالضبط انا واللي يحبوا مايكل كل البنات كانوا يحبوا مايكل زاد من شكلهم كان مايكل كانوا عنا الكراه بلا ديار هما يخرجوا نحن نبداو نغني لهم في مايكل نبداو عاملين هكا ساعه كنا مكوزين كي مايكل زبك الشابو هذيك ادري شنو ونبداو نغنيو زعما صحاحه وكنا زعما كل مقتنعين صحيحه شعب كامل كنا جبوريس اصلا نص انم اكمن نص اصلا نص بندي اكمن نص بندح اصلا بندح اصلا نص بندح اكمن نص بكسح اكمن نص بيده اسكوس اذن ايه نعم زبورة على الاخر كن وقل له غالطة يقتلك يا دينا غالطة حافظها شربت مين كبندس مندح هذيك كلي بعد صاحبتك تضرب فيك وتبدأ في جنية الباساج قاعدين تقول لك غني لي كبندس مندح تقوم كيل عفريت وحدك كبندس مندح اسمندس والله كل ايامات محليه تقفص ولد حومتي تضرب في اشب بنيه في نهج الباشا ما حبش ترومو قال لي عبد الله ما حبش ترومني كل مزيانه قلت له عليه قلت له غنيت لها كبندس بندح قال لي غنيت لها سبندس بندح قال لي عملت لها ثريلر قلت له كيفاش عملتها ثريلر قال لي خرجت لها من مسكوك في ثريلر ما مايكل يخرج من القبر قال لي خرجت لها من مسكوك قول لي ريحتي خرم قال لي عملتها بير قال لي عملت لها ثريرة نتبع فيها قول لي ريحتي شايطة قال لي للدار قال لي حتى الجريبة معايا وشي قلت له شنو آخر قال لي غنيت لها نو منا نكرع تاع بوب مارلي قال لي صنية كامل نو منا نكرع قلت له شي قال لي شي ما رمتش قلت له طفلة رومانتيقية هذيك تخلينا في غنيات يفجعوا كسبندس بندع وعندنا ثلاثة أربع بنات رومانتيقيين برشا زايد تعملها ستيب سبندس أندح هذيك قلت له عندي غنيات هذيك بالرسمي يرموها الغنية هذي قلت له تخلي الدنيا تزلم شوية الستة متاع العشية دوب ما تدخل زنقة مزنقي وحدها وتغني لها سبيني سماني سنا هذيك مايكل يبدأ يتمسكن فيها عرفت يبدأ يعمل في سويبعه هكي قلت تعمل سويبعك بالفاس ما تغني سبيني سماني سنا سبيني سماني سنا
قال لي علم هذا. قلت له حافظهم لي بارول وطاني اكتبهم لك. تصور معناها خلقنا انجليز وحدنا. الانجليز بيدهم مش ما يعرفوش يقراوا. عيط له نار لحد في دارهم دار عربي قعدنا نعرم فيه في سبيديس باديسهم. قلت له ارخف ارخف بدنك ما تتشحرش شفايفك طيحهم. سبيديس باديس قال لي سبيديس دافيزون. قلت له يا بني ام غلط مش سبيديس داريزون غاسمه سبيديس باديس خابس خا. قال لي لي سبيديس باديزون راجل ما نقولش حاب باندي عليا حرت خرج له بوه بعصار. قال له ولد كلبة يقول لك سبيدي سبادي صحا سبيدي سبادي صحا قاري اكثر منك ابي. تعلمها غنى هالها تقفص باندي على الاخر اعطت منظر اخر الحكي. هي خرج تختفى خنقها قيل سبيدي سبادي صحا. والله محلية الفقر تحية خاصة والله مبنى الفقر. توحشت الفقر توحشت الفقر الفقر ايه محلية. جاني دانيير مو دق عليا باب الدار قلت له حدك الغادي ترجع سفري عشرة ما يزي يزي. قلت له سافا يزي معلم فقر تعرفوه الفقر انتم ولا ما تعرفوه. جينيراسيون تاعي تعرف الفقر بالكدي فقركم يضحكني. هذوما كي تحكي لهم سيدي جزيتو لي جون هذوما 20 تقول له فقير تعرف كيفاش يحس علاش يحس روحه فقير ما عندهمش بلازما ماماش بي ما عنديش ايفون 5 كان عليه ماما ما عنديش ايفون 5 كان عليه اللي سيكل يضحك عليا بالكات انا ماما توا متخلفه. نحن مش ما عندناش ايفون 5 فقر نتاعنا علاش دودو زوم عندك سنين فمك طاح بالدماغ. تسلفت فم عزيزي مره بشكلت واحد حكيت معاه الفقر الميزيريا تعرفوا راسو ذنبة. اربع من الناس يعرفوا راسو ذنبة متلفين عندكم الحق ما تجدوش خير. رسوة ذنبة هي تصير على البنك. بون خلينا نحكيو في حكاية. انتوما توا عندكم في دياركم والله محليكم والله صحة لكم. تربيتوا على أساس عندكم بيت النوم بيت الفطور بيت درشنوة والصالون نحن ذاك كل ما بعضه. والكوجينة والتواليت كلهم فرد بيت. كيفاش تعرفهم نحن تعديت من البيت لبيت فحج على مماتك بيت الفطور على ولاد خالك هذيك التواليت ولد عمك متوفي هذيك الكوجينة رسمي. وكنا نوقدوا على جلد وجريري مش معناها معناها كي نبولوا الناس كل ما بعضنا ما عادش تعرف شكون بيه لا تعرف لا مماتك لا بوك لا حاجه وكلنا نقوم الصباح شكون بيه والله غير مماتي دي مماتي تاكل في الترايح مسكين بولتي وين جي راسو ذنبه كلمة دلين كيما انا في سيونيك العائلة يدلوهم يعملوا لهم بنك هذاك الدليل بنك راهو ما يرفعك كان انت وفيك الجرية الموس متاع قبل عرفت ترقد فيها اكثر من 40 تاخذ الفورمة متاع بذنك كل شهرين تمشي تهبط ولا بالحق حتى لين تولي كانك في قبر تولي تنفس بايب هذيك بون تقولوا شنو هي المشكلة ليه حتى الغادي العزرة وانا بيدي كنت عايش مدلل بالنسبة لي وين ودي راسو الذنبة الفقر راهو يخليك انفونتيف كي يجي ولد عمك ولا ولد خالك ضيف ويمشي يرقد برقد بحذا لطفي في البنك وين امي تداش جاي دايا مش مرفوعين دايا اللط وقتها خلقوا ميثود اسمه الرسو ذنبة ساقين في وجهك وساقيك في وجهه تقول ويش شنو المشكلة با تصور انت ولد خالك اربع سوايع يمشي في السيف بوت ليلون باش خلط لداركم وروح مدقدق ما لقاش الوقت باش يغسل ساقيه حتى كي باش يغسل لهم ساسير اريان لازم يقصهم وحطهم لك في وجهك اه لو بونور توتال انا ولد خالي توا لا نعرفه بالوجه مره واحد جاي قال لي ولد خالي قلت له ولد خالي قال لي ولد خالك قلت له نحي صبرت تي عاد نعرف هذه عائله واحده تسمى انت حولو مونك يبيع لنا في تروف بخمسة من سيقوس منظر الصوت اما المخ بركلة عالم
باش عرفتوا ذكيه. هنا عامت لي قتلوا شكري بالعيد الله يرحمه، تحيه خاصه للشهداء نتاعنا اللي قاعد تموت على خاطرنا. خرنا ناس قالوا له سوقت وزير الاول، قالوا سيد الوزير لا وزير الداخليه، قالوا سيد الوزير عندنا واحد مات مازال كي قام منهم. قال بالله ما فهمتش انا، كل ما يقتلوا واحد في البلاد هذه تقوموني يعني؟ راني وزير الداخليه مانيش عزرائيل، انا قتلته. ومن بعد سالوه قالوا له كيفاش مات؟ الذكاء نتاعو وحكومته. قالوا بالله حسب العبقري نتاعنا بوشلاكا قال لك الجثه لقوها ميته. لا اله الا الله، تقول صور متحركه مش نهضه ذو، خاطر نورمالمون في مخخهم هما النهضه الجثه يجيو يلقاوها حيه بعد ما تموت يسالوه يقول لك شنو، يقول لهم والله يموت صبا واحد قتلني هرب ولا مش عارف توا بعد كي نرتاح شوي. ليه واحده منهم في المجلس التاسيسي تعرفش قالت من جماعتهم؟ قالت نعملوا دار ثقافه للشهداء. تعرفش معناها؟ معناها تدخل دار ثقافه للشهداء، دار ثقافه تلقى الشهداء يلعبوا بيك بونج بعد ما يموتوا. العب العب معلم، قتلوك انت كرتوشتين وانت حرقوك من بلادهم. ديجري زيرو، حتى قد بعد تحت البهيمه بشويه يلعبوا. وبعد سالوه قالوا له بالرسمي شو مخه وين وقفه؟ قالوا سيد الرئيس بالله علاش قتلوه شكري بالعيد؟ الناس كل تعرف شكري بالعيد قتلوه على فيسبا 125 سكوتور يتسموه النوع هذاك، شو مخه وين وقف؟ قلت لكم خاخ مع 87. قال لهم قتل على دراجه ناريه من نوع الموبيلات. موبيلات؟ حلايب يقتلوا موبيلات؟ انا حبيت نحللها. سالت يما كبار قلت له علاش علاش حكومه العريض وجبالي وجماعه؟ قال لي ابتلاء من عند ربي. قال لي فما شعوب ربي ابتلاها بالطوفان وبالجراد وبالتسونامي. قال لي انتم بحكومه جبالي والعريض وما كفرتوش وقعدتوا مسلمين من دنيتكم لجنتكم، ربي يسامحكم الذنوب. ربي يعرف شو يعمل. بون طولش عليكم، جاني واحد كل مره قام كامي ببليك سخن قال لي يا شنيا انت سبيت الحكومه والمعاذ ايا كانك راجل سب السبسي. قلت له شنو؟ قال لي كانك راجل سب السبسي. قلت له ايش نحكي واحد ايش راهو سبان السبسي ما يدخلش في منظومه الرجوليه. السبسي حاجه فينوماني زمنا نحلوه. السبسي قلت له ما نجمش نسبه، تحب يطيح فيا؟ قلت له السبسي راهو كان جات بلاد محترمه روحها راهو كلاسي اثار. السبسي راهو نورمالمون كل عام يرموه نسبه، تعرفوا السبسي؟ قلت له عمره 4000 سنه السبسي طهر مع سيدي محرز راه نسبه؟ قرا لعب شكلي شكلاه مع سيدي بن عيسى يا ودي. السبسي قبل البلابي في تونس. السبسي حاجه قديمه ياس، السبسي تلمو قديم ليق معاهم الاهرام، كان اصحابه وفرعون طايحين القدر. الاخر يقولوا صحة فوق والاخر يقولوا صحة خفرة، افهم انت؟ تعليسة كي دخل تونس 3000 سنة موجودين نحن، السبسي موجود في البحر في كرتاج بين سغال يحوس وقتها بوغوس صغير عمره 2000 سنة وقتها كاو بوغوس صغير مابس ميوع عين يخضر ومش كل ميوات متاع توا ما كانوش ميوات توا، ورقة متاع كرموس حاطتك. صور بقو سك ومكبوس وعيني خضر، عليسة دخلت ما عندها والي غزرت له غزر لها، ضربوا في بعضهم بوشوا. با جو كومبرون جو كومبرون، فما فينومين صار خلينا نحكيو فيه. انا قلت نبوشوا لي جون جينيراسيون تاعي نقولوا نبوشوا، ضحكوا عادي عنا وكل الكبار الكل ينعنى الطلاع عليهم قداش بلاد العبدالي بلاد نتاعكم تاعو فهمتش. الكبار ديما يربوا فينا تقول مؤسسه ورانا كبساتك على لا ربحك كل لبسه لابسها نبوشوا يا كلب يا فاسد. عندكم الحق، باش نحكيو فيها الحكايه الكبار سامحوني عندكم الحق. نحن جلطامه جينيراسيون تاعي في كلمه نبوس جلطامه نبوشوا. تونسي يحكي لك كيفاش بس صاحبته ولا مرته يكرهك في البوس بوشتي معاه بي 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 عليه بوشتي معاه، عملت لك الوحده كاردياك تقول عرفها في اكسيدون بوشتي معاه. تونسي يكرهك في البوس، فرنساوي يحكي لك على البوس يحبك في البوس. تقول له كيفاش بص صاحبتك ولا خطيبتي يقول لك وي اون سي تومبراسي اون افلورتي نو دو ليفغ سو سونت افلوري. وي ماذا بك تبوس مازال ما كملش وانت تبدا تلوش يا تنبوس مثال تعطيوني عجله تراكتور صبات نبوسو يا حاج ايش نبوسو قال لك فلورتي.
ما مسدني نبيش تبيع جلطامة في الحب. لكن خل نفركوها الرمانة. منين جات جلطيم؟ جلطيم والكلمة الباهية والكلمة الطيبة سي دي كود، ولي كود متاعنا ذوك مورثة عرسناهم على والدينا. والدينا جلطامة وهما مساكن زادا والديهم ورثوا على والديهم، والديهم جلطامة أكثر منهم. دونك جلطيم متاعنا ورث كيفاش؟ ورثناه على والدين والدين والدينا. ايه ريت نحن نقولوا نبوشوا اكا امي وامك وبابا وابوك هذوك من الاركام اللي ربيوا فينا جلطامة أكثر منا. نحن نسميو فين ونقولوا نبوش؟ تعرفش يقولوا هما قطعتها. ذيك لعبت امي تربي فيا كنت تقطع بابا، كنت تقطع وانا حسيتيني في تبويشه قطع. نعم بابا كان كي يحكي على امي ولا صاحبته قبل تقول يحكي على مرقه خضره مش على مراه. قطعت كليت عليه كرشه امي ولا شربه يا بابا عليه. هما مساكن قلت لكم ضحايا متاع والديهم. هكا مماتي ومماتك وعزيزي وعزيزك، هكا الحاجة هذيك اللي فولارة وتمشد السبحة وخارج انت تقولها يا مماتي تبوس لها راسها ادعي لي دعوة خير. ليه استني قبل ما تدعي لي دعوة خير؟ تعرف كانوا يقولوا هذوكم؟ نحن نقولوا بوشت ويكبر مني يقولوا قطعت. ذوكم يمغتوا كان عزيزي عزيزي مماتي ومماتك كانوا يمغتوا. ليلة الدخلة مماتي سكرت على والدين أمه الباب قالت له كب صعدك الله لا يربحك نعن والدين بوك. تمغتني يا كل جمل ناي مغتك جمل نعن والدين بوك يمغتك. الحاجة ذيك تدعي لك دعوة خير وك الحاج كان دعيتي لروحك دعوة خير خير تعال خلينا نبوش انت كنت تمغتي شاء الله ربي يسامحك. اما ماتي ما تسمعيش توا ترستي متمغيت هذاك. اي نعم جلطيم جلطامة نحن في كلمة الحب. علاش؟ عقدة. الشعب التونسي تربينا الحب والبوس معقدين منه. كلمة الحب وكلمة البوس ربيونا على اساس حاجة مسخة في مخاخ ما تنجمش تحكي فيه مع حتى حد لا في التلفزة لا في دارك. ربيونا على اساس من الصغار حاجة مسخة. انت تكلم يقول سكر فمك نحن نطلع عليك ما تحشمش. دونك في مخك ما غير ما تشعر حاجة مسخة. لا بروف حتى واحد ما ينجم يقول طول نحبك طول. تونسي معقد من كلمة نحبك. يزمو يمرمدك باش يقول لك نحبك، يزم يخرج العقد نتاعو الكل. قبل ما يقول لك نحبك شي يقول لك وراه؟ نعم بوك صحتي خرا قداش نحبك، نعم والدي نمك. عقدة. ما ينجمش يقولها طول خاطر مش مسرحة. وتحبوا تعملوا فما اكزرسيس في البسيكولوجي سهل ياسر. فما سؤال يسألوه لأي شعب في العالم. فما اللي ينجم يجاوب فما اللي تكونس. باش تعرف على شعب معقد ولا سهل ياسر. تونسي امريكاني فرنساوي انجليزي اسالوا السؤال سؤال سهل ياسر. قل له اسكو تو ديجا في تي بارون سومبراسي وشنو رايك؟ تصور تسال التونسي هذا مازلت ما كملتش السؤال. انت تقول له امك وبوك يكسر لك فمك. فرنساوي ما انت كملت السؤال يجي يقول لك وي وي فرحان يبدا مرتاح يقول لك وي جي ديجا في مي بارون سومبراسي اي شوي تري زورو باسكو جي كومبري En les regardant s'embrasser, j'étais bien et j'ai compris que j'étais le fruit de l'amour. شوف محلاهم. فهمت لي انا ثمرة الحب دونك باش نطلع نحب العباد ونحب نبوس. اسال تونسي. قول له امك وابوك مازلت ما كملتش السؤال انت. ودي سؤال باش قلت له قال لي امك وابوك شبيك؟ مخك لابيع؟ شبيع؟ يا قال لك امك وابوك بس يبصوا في شكون؟ امي بابا يبصوا في شكون؟ قلت مش نقط يا دير بتو غادي. امي وبابا يبصوا في شكون؟ شنو شنو يبصوا في بابا؟ يا ربي يا ربي يا ربي مش نبكي يا رب. امي وبابا يبصوا بعضهم طب نقتلهم. امي وبابا لا مارثير وبالقدر يا ولدي شمين مرنا مسلمين لما نبوسوش بعضنا كفار نركم يبوسوا في بعضهم ولدي شبيه أمي بابا يبوسوا بعضهم هبلة والله بالرسم بقى. فما برشا يقولوا واي كمام ليش متخلفين لهالدرجة. أنا النجم نتصور بابا أمي يبوسوا بعضهم 10% منا ينجموا يتصوروا
ما حتى واحد منا ما ينجم يحضر لها ويعيشها ويرتاح. حتى كل لاعبين متفتحين في مخه كما في الواقع امبوسيبل ولا تقوم تبعبع. تصور بعد مسرحيه مروح زعما متفتح ياسر وعمل مسرحيه بتاع العبد هذيك بتساعده، تدخل بعد تبدا من الدروس تسمع تقول مرقه شرب، ومن بعد تلقى امك وبوك يقطعوا. باش تعمل كيف فرونسي تقول لهم مامون بابا جو فوز ادور. لا لا تدخل تاكل الشوك نتاع حياتك تكون تضحك تقول لي يا رب يا رب يا رب ايش عملت في حياتي يا رب يا رب علاش يا رب علاش قهروني يا رب يا رب يا رب علاش خليتني نعيش في اللحظه ذي يا رب يا رب علاش ما زيدتش بتاعك قبل يا رب علاش ما توفيتش قبل يا ربي بابا وبيبي بعضهم انا في باليش يا ربي يا ربي ايش تعملي ايش تعملي يا امي ايش تعملي يا امي يا امي ايش تعملي. الف مره قلت لك الرجل هذاك بعد علي، قلت لك الرجل هذاك روح يترك لي يقدم في مخ وراه، قلت لك راني بابا نعرف وراني خامش مخي كيف وراه. يا امي يا وانا نقول امي مراه عاقله وبنت عائله تبوسي بابا يا امي هذا يشرب لك مخك يا امي. بابا قبلت تحب نكت لك ذقت بيك الدنيا نسى العالم كل درت على امي يا بابا. امي يا بابا ما تقولش ولدي ما نسخفك تي انا صاحبي ما نخزرش لام وانتي تدور على ام ولدك. بابا هبلت يا بابا بابا تبوس لي في امي يا بابا بابا تبوس لي امي تعب شكون يبوس لك امك يا بابا. ما عاد عنده ضحكة كي اللي كوري ولد راكي فيه بالتقسيط قرض ماخو بون. فما اكزرسيس اخر توا برشا يقول لك سافا عاد كمام، فما والله فازا امبوسيبل تبداش تونسي مش متفتح، تبداش تونسي عايش في امريكا وفي بالك شنو انت تونسي. سؤال تسأله المخك ما يقبلوش، بلاديان ما يقبلوش، مخاخنا انا راني معاكم سرسان زعما ما نقبلوش. انت تسأله مخك يعطيه مشطه يخرجه مهما كان تفتح متاعك. حتى واحد منا حاضرين اللي يحب يسد وذنيه يسد وذنيه، حتى واحد منا ما ينجم يتخيل مماته وعزيزه ايمغتو. ما تنجمش مخي يقول لك لا. تصور انت في القايله سخنت عليهم القايله وخرجت ولقاو رواحهم راسها راس وعزيزك هكا بدا يلحن اهي او هاي ان هاي او ان هاي هاي تحبي بابا 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 حي لا 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 قومي قومي واحدة واحدة قومي واحدة واحدة متهبلني صحيتي قحزي قحزي قربي بابا 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 صحيتي ما عمسي بابا بابا متهبلنيش قلت لك بعدين راني عالف من السكسي لاف بيبي حنا من حنا ان شوفوا الشعيرية توا الباز متاع الرومانتيزم متاع التوينز صحيتي يا ركحي حركيش راني عالف تحبي ساك ولا النحو الفم ازي انا بيدي معاش النجم بون فك علينا من الحب مازلنا من مازلت قوي علينا الحب والسيكسواليتي خلنا نحكيو على الحب السوسيال الحب الاجتماعي 50 سنة مينيموم انا حسب ما نعرف وحسب ما حضرت وبرشا حكيوا لي توانسه نحبوا بعضنا شبينا 3 سنين هذوما دورنا بعضنا ولينا نقطعوا بعضنا نسبوا ترى شنو وانت يا كافر وانت يا مسلم وانت يا علماني عليه 10 ملايين رانا بلاد صغيره وعنا البحر نجم نعيشوا خير من سويس تقول 14 مليار ماش حاملين بعض تقول عرفوا غرس بعض ناس كل تكشش على بعضها وتسب 10 ملايين ونيم تي فيلاج كي سبرون بور ام بي بلاد صغيره 10 ملايين رانا نجم نعيشوا سعوديه 10 ملايين ما نجيوش قهوه في الهند 10 ملايين الصباح نشرب مع بعضنا قهوه ونقوم
في اليابان ياخذوا مع بعضنا المترو 10 ملايين ونبداو فرحانين من بدا الزين تاو في بانكين خويا تاو نحن نكمل نسبوا في بعضنا 10 ملايين حكايه فارغه اون بلوس ريتو كرهنا بعضنا العالم اللي عملنا الثوره طلعنا في عيني فم بلدان ما كانوش يسمعوا بين في اليابان ما كانوش يسمعوا بين تقول تونيزيا يقول لك اندونيسيا بالحق راهم ما يعرفوناش تو لو يسمعوا بينا ويعرفونا من اللي عملنا الثور دنيير مون مشيت لليابان مهرجان تاع سينما جاني مدير مهرجان جابوني قال لي على السلامه قلت له تساو قال لي توانسه بربي قداش انتم قلت له 10 ملايين قال لي بربي شبيك ما جبتهمش يتفرهدوا معاك 10 ملايين كيف فين بعد غزل لي قال لي ظهر لي فيكم مسكين برشا توانسه قلت له شنو مسكين برشا عليه قال لي عملتوا ثوره قلت له ليه مش مسكين برشا اذكى شعب في العالم قال لي ليه عاد نحن شبابنا اذكى شعب في العالم قلت له ليه معلم توانسه اذكى شعب في العالم قال لي نحن شبابنا اذكى شعب في العالم قلت دون موان اكزومبل قال لي با ابهم جابوني يصلح اورديناتور قلت شنو نقول لك جابونيش حطها في مخك في ابهم تونسي حطيناه رئيس